مرحبا بكم مع الجلسة العاشرة من دورة مهارات إدارة النزاع للقادة والمدراء في المؤسسات. تحدثنا في الجلسة السابقة حول طرق التعامل مع النزاعات، وذكرنا ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في حال النزاعات، والتي تبدأ طبعا بعملية تحليل النزاع وتنتهي في عملية وضع الحلول والخيارات المناسبة وتطبيق هذه الحلول في لفض النزاع. بالضرورة هناك مجموعة من السلوكيات التي نلجأ إليها في حال التعامل مع النزاعات. هذه السلوكيات تمثل في كثير من الأحيان انعكاس لشخصية أو طبيعة الشخص الذي يدخل في النزاع، وفي الوقت نفسه تتعلق هذه السلوكيات بطبيعة النزاع نفسه وبالشروط والظروف التي يجد نفسها الشخص الذي يخوض النزاع الذي يجد نفسه بها. فعلى صعيد يعني على سبيل المثال، في بعض الأحيان يكون الطرف المتنازع هو الطرف الأقوى، وبالتالي يلجأ إلى أحد الأساليب أو السلوكيات التي تعزز من موقفه، بينما في الحالات التي يكون فيها المتنازع هو الطرف الأضعف فيجد نفسه بالضرورة أنه مضطر للجوء لأسلوب آخر من السلوكيات التي تفرضه عليه النزاع. إذا في هذه الجلسة سوف نتحدث عن السلوكيات الرئيسة الخمسة التي يمكن تلخيصها والتي يمكن أن تلخص حال النزاعات. فعند حدوث النزاع هناك خمسة أنواع من السلوكيات يلجأ إليها الشخص المتنازع. الأسلوب الأول أو السلوكية الأولى هي الاستيعاب، بمعنى أن يكون هو الطرف الخاسر والطرف الآخر في النزاع هو الطرف الرابح. الأسلوب الثاني هو التجنب، بمعنى أن يكون هو الطرف الخاسر والطرف الآخر أيضا خاسر في النزاع. الأسلوب الثالث هو التعاون، وهو يعني من أفضل أنواع السلوكيات، حيث يمكن أن يحقق الربح من خلال النزاع وأن أيضا يحقق الربح للطرف الآخر، وبالتالي يكون كلا الطرفان متساويان ولديه نفس الرضا عن نتائج النزاع. الشكل الرابع من السلوكيات هو التنافس. هذا الشكل يميل إلى مصلحة الطرف الأول، يعني يكون الطرف الأول هو الرابح، بينما الخصم أو الطرف الثاني في النزاع يكون هو الخاسر. طبعا يعني يمكن أن يكون هذا النوع من السلوكيات مفيدا إن كان الطرف الأول هو يملك القوة وكافة الوسائل التي تمكنه من تحقيق هذا الأمر. السلوك الخامس أو الشكل الخامس من السلوكيات المتبعة في حالة النزاعات هي التسوية أو المساومة، وفي هذه الحالة يعني قد تكون النتائج مفيدة للطرفين، يعني تحقق الربح لكلا الطرفين، أو أن تكون غير مفيدة لكلا الطرفين، يعني لا تحقق شيء لكلا الطرفين. بالطبع هناك مجموعة من الشروط والحيثيات لكل نوع من هذه السلوكيات، وهناك أوقات يعني يفترض أن يتم استخدام واحدة من هذه السلوكيات كما ذكرنا وفقا لطبيعة النزاع وطبيعة المتنازعين. في هذا الجدول يبين يعني بشكل واضح هذه السلوكيات وكيفية يعني كيفية علاقتها مع مصالح الشخص الأول أو مصالحنا الشخصية إن كنا الطرف الأول في النزاع، ومع مصالح الطرف الآخر الذي نتنازع معه. ففي حالة يعني حالة التعاون على سبيل المثال، نجد أن هذا الشكل من أشكال السلوكيات
يعزز من التعاون مع الطرف الآخر ويؤكد أكثر على مصالح الطرف الأول أو الطرف المتنازع المعني بالنزاع. بينما في الحالة الثانية، في حالة الاستيعاب، نجد أنه الطرف الأول أو إذا كنا نحن الطرف الأول في النزاع قد نخسر، يعني قد لا يكون نتائج النزاع مفيدة لدينا، ولكنها تحقق الفائدة للطرف الآخر. وبالتالي هي من ناحية يعني تشير إلى التعاون من طرفنا، ولكنها من ناحية الأخرى هي ساكنة، لا تشير إلى الفائدة بالنسبة لنا. بينما في حال التنافس نجد أن هناك الطرف الأول هو الطرف الرابح وهو يؤكد على مصالحه بالدرجة الأولى، وهو غير يعني معني بالتعاون مع الطرف الآخر. أيضا في حالة التجنب نجد أن هناك كلا الطرفان خاسران. وفي هذه الحالة أو في هذا الشكل من أشكال السلوكيات يكون يعني نموذج للعلاقة أو يعني الطريقة غير المتعاونة، والتي لا تلبي يعني لا تلبي مصالحنا، وهي أيضا لا تلبي مصالح الطرف الآخر في نفس الوقت. سوف نعالج أو نسلط الضوء على هذه السلوكيات بشكل مفصل، وسنبدأ بالاستيعاب، الشكل الأول من أشكال السلوكيات المتبعة في حال النزاعات. ونعني بها طبعا أن يكون الطرف الأول بالنزاع هو الخاسر والطرف الثاني هو الرابح. وإذا اعتبرنا أن الطرف الأول هو نحن، يعني نحن معنيين بالطرف الأول، فسوف نكون كافة المعلومات فيما بعد تشير إلينا بالطرف الأول وإلى الطرف الخصم في الجزء الثاني من الجملة. ففي حالة الاستيعاب هذا الأسلوب يستند بالأساس إلى طريقة السلوك التعاوني غير التوكيلي، كما ذكرنا أنه يشير إلى رغبة أو إلى ميل الطرف الأول إلى إبداء التعاون مع الطرف الآخر من النزاع، ولكنه لا يؤكد على مصالحه ولا يحاول تحقق له الفائدة الكبيرة بالنسبة له. طبعا من خلال هذه الوسيلة أو هذا السلوك يغفل الفرد يعني مصالحه الخاصة تلبية لمصالح الطرف الآخر، وهو ليس بالشأن الجيد يعني في كثير من الحالات، ولكنه ممكن الحدوث في حالات معينة سوف نجدها فيما بعد. طبعا هذا الأسلوب يميل للتضحية وتفضيل الآخرين على الذات، يمكن أن يكون حلا في بعض الحالات عندما نشعر أننا يعني مطالبين بتقديم التنازلات ويصعب تحقيق مصالحنا لأسباب مختلفة. في هذه الحالة قد يلجأ الطرف المتنازع أو الطرف الأول من النزاع قد يلجأ إلى حالة من التسليم بمصالح الطرف الآخر أو تفضيل مصالح الطرف الآخر على مصالحه الشخصية، يعني بسبب رغبة بتفادي الضرر الذي يمكن أن يتحقق من خلال الإصرار على السعي لتحقيق مصالحه. متى يمكننا استخدام هذا أو متى يتم استخدام هذا النوع من السلوكيات في عملية النزاع أو في حل النزاعات؟ يعني يمكن اللجوء لهذا الأسلوب عند المراوغة لكسب الوقت قبل تغيير قواعد اللعبة. يعني في بعض الأحيان قد نجد أن الوقت غير مناسب وليس في صالحنا، وفي نفس الوقت أن مواقفنا الحالية هي ضعيفة ولا نستطيع أن نحقق شيء من خلال هذا النزاع. في هذه الحالة قد نلجأ إلى المراوغة ويعني إيهام الطرف الآخر بأننا قد سلمنا هذه يعني سلمنا بالنزاع وتخلينا عن مصالحنا، إلى حين يعني يتم تغيير الظروف وتهيئة الظروف التي تساعد على تحقيق مصالحنا في مرحلة لاحقة ممكن من بعد النزاع. طبعا أو يمكن أن يتبع هذا الأسلوب عندما يدرك الطرف الأول بأنه مخطئ ويفضل الحصول على امتيازات أخرى في مواقف لاحقة. يعني عندما يشعر الطرف الأول في النزاع
بأنه غير محق ولن يستطيع أن يحقق مصالحه، لأنه بالأساس هذه المصالح لا يستحقها. في هذه الحالة يجد أنه من العبث يعني الاستمرار في النزاع، وقد يؤدي الاستمرار في النزاع إلى خسائر كبيرة، ويضعف موقفه في مواقف لاحقة ممكن أن تحصل بينه وبين طرف النزاع الآخر. في هذه الحالة يلجأ الطرف الأول أو الشخص المتنازع إلى التخلي عن مصالحه، وال يعني الاعتراف بمصالح الطرف الآخر بشكل يحافظ فيه على ماء وجهه، ويحافظ فيه على قدراته لمرحلة أخرى يمكن أن يخوض فيها هذا النزاع. من الإيجابيات التي يمكن أن نذكرها عن هذه الطريقة أو هذا الأسلوب من سلوكيات حل النزاع، أنها تجنب المواجهة المباشرة، وبالتالي يعني تخفض إلى حد كبير التوترات والمشاكل التي يمكن تحصل في حالات النزاع، خاصة عندما يكون أحد الأطراف لديه السلطة ولديه القوة، ويمكن أن يكون مؤثرا علينا في مرحلة لاحقة من النزاع. في هذه الحالة نفضل أن نلجأ إلى الاستيعاب والتخلي عن مصالحنا الخاصة رغبة منا في تجنب المواجهة المباشرة مع الطرف الآخر. من الإيجابيات أيضا أن عند استخدام هذه الوسيلة اختصار الوقت. النزاع يستنزف الكثير من الوقت والجهد، وعندما ندرك بأننا لن نحصل على شيء من هذا النزاع، فمن الأفضل اختصار الوقت وعدم هدر الجهود في قضية خاسرة، يعني لن نحقق منها شيء. في هذه الحالة من الإيجابي أو من الأفضل أن نقوم بالتنازل عن هذه الطلبات أو المصالح، والتفكير بمواقف أخرى أو بمصالح أخرى قد يمكن أن تتحقق في المستقبل، أو قد يكون لدينا الحق في المطالبة بها. من سلبيات هذه الوسيلة أو هذا الأسلوب في سلوكيات حل النزاع أنه لن يتمكن من معالجة النقاط التي تثير قلقك، يعني في المحصلة لن يتم تلبية متطلبات أو مصالح الشخص، وبالتالي هو لن يحقق شيء من هذا النزاع. وأيضا من سلبيات هذا السلوك أننا سوف نضطر للتفريط ببعض الحقوق والامتيازات التي يمكن أن نكون بحاجة إليها أو نتطلع إليها، ولكن كما ذكرنا عندما نشعر بأننا لن نستطيع تحقيق يعني تحقيق هذه المصالح ولن نستطيع الفوز بهذا النزاع، من الحكمة أن نتراجع وأن لا نبذل المزيد من الوقت والجهد في سعينا للحصول على هذه المصالح. هذا النوع من السلوكيات ليس من نوع المحبب للجميع، أكيد بالمؤكد هذا الأمر، لأنه يعني أننا سوف نتخلى عن كثير من الامتيازات و الفرص التي نتطلع لتحقيقها من خلال العمل، ولكن الحياة قد تتطلب منا تقديم تنازلات أو تفضيل مصالح الآخرين على مصلحتنا الشخصية في بعض الأحيان، لأن هذا الأمر قد يكون مفيدا وقد يمهد الطريق لمرحلة أخرى نستطيع فيها تحقيق تطلعاتنا ومصالحنا بشكل يكون أقل ضررا ولا يسبب الضرر لنا أو للآخرين. إذا هذه هي الـ هذا هو الأسلوب الأول في سلوكيات حل النزاعات كما ذكرنا، وهو أسلوب ليس بالأسلوب المفضل للكثير من الأشخاص.